في شتاء عام 2011 صارت حادثة في استراحة أسرة مؤسس شركة سمارت ثينجز الموجودة بأعلى جبل في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث انقطعت الكهرباء أثناء ليلة ثلجية عاصفة، وتجمدت أنابيب المياه حتى انفجرت. وبعد فترة لما ارتفعت الحرارة بدأت المياه تتسرب من الأنابيب التالفة، وحين حل الربيع كان الطابق الأول من البيت مغمور تماماً بالمياه. كل ذلك صار ولم يعلم به أحد. لما زارت العائلة البيت واكتشفت المصيبة بدأوا يعملون على إصلاحه، وفي أحد الأيام انتبه صاحب الشركة إلى أن زوجته تقوم بتحميل كتاب رقمي على القارئ الإلكتروني، فقال في نفسه ليش ما تكون هناك طريقة تخلينا نعرف حالة البيت من أي مكان في العالم، فلو وجدت لعرف بالمشكلات اللي حلت بمنزله فور حدوثها. وبعد دراسات كثيرة ابتكر مفهوم الأشياء الذكية اللي تخلينا نتحكم فيها وإحنا داخل المنزل أو خارجه، وهالفكرة تطورت حتى صارت عندنا اليوم مباني ذكية. طيب، ما هي المباني الذكية؟ لما نقول أن المبنى ذكي ما نقصد فقط التكنولوجيا اللي فيه، لأن تحديد ذكاء مبنى يعتمد أيضاً على طريقة بنائه اللي يتم فيها استخدام تقنيات توفر الطاقة وتخلي المبنى يعتمد على إنتاج طاقته بنفسه. ليش؟ علشان يتحول إلى مكان مستدام يقدر أنه يتفاعل مع سكانه والبيئة المحيطة فيه. وأفضل مثال على ذلك هو مبنى The Edge الموجود في أمستردام، واللي يعتبر الأكثر ذكاءً في العالم. مبنى The Edge الذكي مغطى كل سطحه وكثير من جوانبه بألواح شمسية علشان توفر الطاقة لكل حاجات المبنى، تصوروا، وحتى مياه الأمطار لما تنزل تستغل في المرافق الصحية وفي زراعة حديقة المبنى. هذا المبنى يتعرف عليك من لوحة سيارتك، يعني بمجرد ما تدخل موقف السيارات تفتح الأبواب تلقائيا. واللي يستخدمون السيارات الكهربائية يقدرون يشحنون سياراتهم عن طريق الشواحن المثبتة بجانب المواقف. ولما تدخل المبنى وتقعد في أي مكان بداخله تتغير الإضاءة وحرارة المكان تلقائيا بحسب تفضيلاتك اللي تم حفظها سابقا. هذه التفضيلات تتحكم فيها عن طريق تطبيق على جوالك، حتى أنك تقدر توصل هاتفك الذكي أو اللابتوب بأي شاشة من شاشات العرض الكبيرة بمجرد أن هاتفك يلمس الجهاز اللي جنب الشاشة. ولكن كيف يصير كل هذا؟ ألواح LED الضوئية الموجودة في داخل المبنى في أسقف المكاتب والممرات تستمد الطاقة من كيبلات الإيثرنت، يعني كل مصباح في البناية يشتغل وكأنه مركز المعلومات. ولما يقعد شخص في مكان معين هذا المكان يتعرف عليه ويسوي له الإضاءة اللي هو يحبها. يعني هالمصابيح 28,000 تحولت كلها إلى مستشعرات أو سنسرز موزعين في كل المبنى يقيسون الحركة والضوء والحرارة. ولما المبنى يكون فاضي تنطفئ الأضواء وينخفض التبريد والتدفئة تلقائيا. مبنى The Edge هو حاضر المباني الذكية، لكن في المستقبل بنشوف ناطحات سحاب ذكية تستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا وفي الوقت نفسه توفر الطاقة وتحافظ على البيئة. مثلا في عام 2020 بنشوف في دبي مبنى دايناميك تاور اللي بيكون مبنى ذكي أيضا لكنه غريب. دايناميك تاور بيكون ارتفاعه 80 طابق، وكل طابق يدور 360 درجة وبشكل منفصل عن باقي الطوابق، ويتم التحكم بسرعة الدوران والاتجاه عن طريق أوامر صوتية. وبين الطوابق توجد مجموعة من توربينات الرياح موضوعة بشكل أفقي، وهناك أيضاً ألواح شمسية موجودة على سطح المبنى لإنتاج الطاقة لتستخدم في عملية الدوران. هذا في المستقبل القريب. أما في البعيد فبنشوف ناطحات سحاب ذكية جدرانها مصنوعة من مواد مطبوعة بالـ 3D Printing، مثل البرج اللي بتسويه شركة اسمها أكرونيك في نيويورك. هذا البرج بينتهي بناءه في 2062، يعني بعد وقت، لكن المبنى هذا بيضم تقنيات توفر استهلاك الطاقة وتأمين الحماية لسكانه. وأيضا جدرانها الخارجية بتكون مغلفة بأغطية اسمها إيكو كلين، تساعد المبنى
على تنظيف نفسه وتنقية الهواء المحيط به نفس الوقت. ولكن ما هو مبدأ عمل هذه المواد؟ لما يختلط الضوء وبخار الماء مع المواد الكيميائية الموجودة على سطح المبنى وهي ألمنيوم كلادينج، يتم إنتاج جزيئات تسحب الملوثات من الهواء وتتخلص منها. هذه العملية تحمي الجهة الخارجية للمبنى من الملوثات بنفس الطريقة اللي يتخلص فيها الجسم من الخلايا الميتة. كل شيء في المبنى بيكون عملي جداً وبيستخدم آخر التقنيات الحديثة، مش فقط فيما يتعلق بالاستدامة بل أيضاً في إدارة المساحات في داخل الشقق، وأجمل ما في ذلك هي البلكونة الذكية. النوافذ الموجودة في المبنى راح تعتمد على تصميم اسمه بلوم فريم، وهو عبارة عن نافذة متحركة تتحول لشرفة من الزجاج في أقل من دقيقة، ومساحتها تصل ل 32 قدم مربع. ولما تنتهي من الجلوس في الشرفة تقدر أنك أنت تغلقها لتتحول إلى نافذة زجاجية آمنة. وبالحديث عن النوافذ، فهناك فريق عمل يعمل حالياً في University College London على تطوير واختبار نوافذ ذكية توفر استهلاك الطاقة وتساعد على تبريد وتدفئة المنازل وتكون متوفرة في السنوات القادمة. السؤال الآن، كيف تعمل هذه النوافذ؟ هذه النافذة الذكية تم تزويدها بمادة مضادة للانعكاس تستخدم تكنولوجيا النانو وتقلل كمية الضوء المنعكس إلى أن يصل إلى أقل من 5%، بالإضافة إلى أن النافذة الذكية فيها طبقة رقيقة من مادة اسمها ثاني أكسيد الفانديوم. هذه الطبقة تمنع تسرب الحرارة من داخل المبنى في الأيام الباردة، وتمنع أشعة الشمس تحت الحمراء من الدخول إلى داخل المبنى. الأمر الآخر هو أن زجاج هذه النافذة الذكية ما تلتصق فيه ذرات الغبار وقطرات الماء، وهذا الشيء يخلي النافذة ذاتية التنظيف. المباني الذكية تستغل كل جزء فيها علشان توظف الطاقة أو تولدها، وهناك حلول كثيرة في العالم، منها نظام V3 للأرضيات اللي تطوره شركة بيفجن البريطانية. هالنظام يقوم بتحويل الضغط الناتج عن الأقدام إلى طاقة حركية. هالطاقة ممكن أنها تستخدم لتوليد طاقة كهربائية أو حق الإضاءة أو حق أي شيء. هذه التقنية عبارة عن نظام أرضيات مزود ببث لاسلكي يلتقط البيانات من كل بلاطة بعد الضغط عليها ويحولها إلى طاقة. لكن السؤال هو، كيف تعمل هذه التقنية؟ الطريقة بسيطة جداً لكن ذكية في الوقت نفسه. يوم الإنسان يمشي فوق هذه الأرضية، الضغط الناتج عليها يزيح المولدات عمودياً من مكانها الأساس، وهذا الشيء يسبب توليد طاقة حركية عن طريق التحفيز الكهرومغناطيسي، ويمكن لهذه الطاقة أن تستخدم للإضاءة أو لأي شيء آخر. يعني باختصار، تقوم الشركة بتحويل الطاقة الحركية الناتجة عن خطواتك إلى كهرباء. لما يمشي الإنسان يولد 5 واط من الطاقة باستمرار، يعني كل واحد فينا عبارة عن محطة توليد باستطاعة 5 واط. طيب تخيل تأثير 10 أشخاص، أي 50 واط. هذه الطاقة المولدة بالرغم من أنها ليست كبيرة إلا أنها تكفي لإنارة ممرات المبنى. على فكرة، هذه التقنية مش فقط تورد الكهرباء أثناء المشي على البلاط، بل أيضاً تخزن الطاقة الناتجة في بطاريات علشان تستخدم في الليل. هالتقنية موجودة حالياً في مطار هيثرو في لندن، وأيضاً في مركز وستفيلد للتسوق في بريطانيا. هالمركز يمرون فيه سنوياً 45 مليون شخص. وعلشان تعرفون حجم الطاقة اللي يولدونها، اضربوا هذا في 5، يعني حوالي 225 مليون واط من الكهرباء سنوياً. شو يعني؟ يعني طاقة تكفي لتشغيل أكثر من 200 مليون كمبيوتر. مفهوم المباني الذكية مرتبط جداً بمبدأ الاستدامة، واللي منها قدرة المبنى أن يدير نفسه بنفسه. يعني تخيل بناية تنظف هواء عوادم السيارات اللي حواليها بدون أي تدخل بشري. في الحقيقة هذا مش خيال، بل واقع في مدينة مكسيكو سيتي،
حيث تمت تغطية أحد المستشفيات بغطاء خارجي ضخم عبارة عن واجهة مصنوعة من قرميد خاص قادر أن ينقي الهواء من الملوثات. لكن ما هي آلية عمل هذا القرميد؟ هذا القرميد اللي تنتجه شركة اسمها Elegant Embellishment الألمانية مغطى بالكامل بطبقة كثيفة من ثاني أكسيد التيتانيوم اللي يساعد في تسريع عملية تحلل المواد الملوثة للهواء مثل أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت ويحولها إلى مواد أقل ضرراً مثل نترات الكالسيوم والماء. والنتيجة هي أن مبنى المستشفى صار يخفف الآثار الناتجة عن دخان السيارات ويوفر هواء نقي في المنطقة المحيطة فيه. هذه التقنية موجودة أيضاً في مبنى بلاتزو إيطاليا اللي تم افتتاحه لمعرض إكسبو 2015 في ميلان. المباني الذكية لم تصمم علشان تعقد حياتنا مثل ما البعض يعتقدون، بل علشان تحافظ على البيئة وتقلل من العبء على الموارد الطبيعية وتقلل استهلاك الكهرباء وأيضاً من تلوث البيئة وأشياء كثيرة أخرى، وأيضاً علشان تخلي الإنسان يركز على الأشياء المهمة في حياته بدل ما يضيع يومه في مثلاً الصيانة في البيت أو في المكتب ومتابعة المشكلات وغيرها. وأخيراً فإن المدن الذكية مش فقط اللي توفر واي فاي مجاناً أو تنقل الركاب في قطارات بدون سائق، هذا كله مهم، لكن إلى جانب ذلك المدن الذكية هي التي تحرص على الاستدامة، وذلك أهم شرط من شروط مدن المستقبل. هي لحظة الكشف البعيد.